السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن مفتاح البركة. البركة هي النماء والزيادة، وهي تكاثر الخير واستمراره ودوامه، والناس كلهم يبحثون عن البركة ويلتمسونها من كل جانب، وربنا سبحانه وتعالى دلنا عليها وكيف نصل إليها. فقال جل جلاله في كتابه العزيز: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قبل أن نتحدث أيها الأحبة الكرام عن مفتاح البركة، نريد أولا أن نتعرف عن حقيقة هذه البركة. البركة هي نعمة من نعم الوهاب سبحانه وتعالى، ونفحة منه، ومنة يمن بها على من يشاء من عباده. فالبركة في التعريف ديالها هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ثبوت الخير الإلهي في الشيء. البركة هي ملك لله عز وجل، يعطيها لمن يشاء من عباده ويسلبها عن من يشاء، كل هذا وفق حكمته وتدبيره. ربنا عز وجل يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يعني أن العطاء والمنع من الله، والخير وكل شيء من عند الله، كل شيء. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: والبركة من الله. والكيس الفطن هو الذي يسعى لالتماسها من المولى جل جلاله، فهذه البركة لا تطلب إلا من الله وحده. ونحن أيها الأحباب الكرام في زماننا هذا، لا شك أن الجميع يعلم أنه قد قلت البركة، رغم الخير الموجود، ورغم النعيم، ورغم الرخاء، ورغم الازدهار، ولكن الناس كلهم يشتكون من قلة البركة ويبحثون عنها. لهذا سوف ندلكم من خلال هذه الحلقة كيف نصل إلى البركة ونكون مباركين في أنفسنا، في أجسادنا، في أفكارنا، وفي أرزاقنا، وفي أولادنا وأحبابنا. البركة أيها الأحبة الكرام تحدث عنها الله عز وجل، وجعلها تكون في أشياء كثيرة. هناك البركة في بعض الأزمنة، والبركة في بعض الأمكنة، والبركة في بعض الأشخاص. ربنا وضعها وتحدث عنها في القرآن العظيم، لأن ربما قد ينكر بعض الناس: هل هناك فعلا بركة؟ أي نعم، نؤمن بالبركة وهي موجودة، القليل يصير كثير بفضل الله. نذكر مثلا من الأمكنة التي باركها الله تعالى: المسجد الأقصى، القدس الشريف وما حوله. قال عنه جل جلاله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله، فحوله أن واضعه هو إبراهيم عليه السلام، وما لحقه من البركة بمن صلى به من الأنبياء. المسجد الأقصى صلى به الكثير من الأنبياء، من داود وسليمان، وبعدهما الكثير من أنبياء بني إسرائيل.
ثم بحلول نبي الله عيسى عليه السلام حل في ما حوله حول المسجد الأقصى بفلسطين، وبهذا المقام دفن حوله الأنبياء الكثر. وأعظم بركة هي حلول سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تلك المعجزة الخارقة للعادة، معجزة الإسراء والمعراج، وصلاته بالأنبياء كلهم في هذا المكان. فصدق ربنا حينما قال إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأعظم منطقة مباركة في العالم هي مكة المكرمة ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام لما قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مكة وما حولها كانت عبارة عن واد غير ذي زرع، ما فيه لا بشر ولا حيوانات، لا طائر يطير ولا وحش يسير، ولكن ببركة دعوة إبراهيم الخليل صار الآن الأفئدة من الناس تهوي إليه. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ثم ربنا عز وجل بارك في بعض الأزمنة، كما بارك مثلا في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبارك في العشر الأوائل من ذي الحجة، وبارك في عيد الأضحى وعيد الفطر السعيد، وبارك في أيام كثيرة. كذلك ربنا بارك في بعض البشر، هناك أول من باركهم الله تعالى هم الأنبياء والمرسلين. مثلا يتحدث عن نبي الله عن نوح عليه السلام، ماذا قال عنه؟ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك ولا أمم ممن معك. فكان نوح عليه السلام مباركا، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. صوروا أن عمر سيدنا نوح كان طويل ومديد، وكل الأنبياء حتى إن نبي الله عيسى بن مريم صرح بها وأعلنها صراحة وقال وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، أي جعلني نفاعا معلما للخير حيثما توجهت. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل البركة في الكثير من الخلق، مثلا قال البركة مع أكابركم، الإنسان الذي يعمر مع أكابر القوم من العائلة والأحباب كبار السن البركة معهم، لأنهم كلما جلست معهم وكلما تعايشت معهم وكلما مددت إليهم يد المساعدة ربنا يباركك، البركة مع أكابركم. وكل مؤمن من أمة سيدنا محمد فيه من البركة بقدر إيمانه وبقدر عمله. هذه البركة أيها الأحباب الكرام ممكن أن نستجلبها من أشياء كثيرة. مثلا سيدنا النبي قال لنا الاجتماع على الطعام بركة، قال كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. الإسلام دين الجماعة، اهدنا الصراط المستقيم، لا نقول اهدني، اهدنا الصراط المستقيم، فالبركة مع الجماعة. فالطعام إذا كان الاجتماع عليه فيه البركة، بل قال صلى الله عليه وسلم إن البركة وسط القصعة، فكلوا من نواحيها ولا تأكلوا من رأسها، كلوا من نواحيها، وهذا مجرب، القصعة الواحدة يأكل منها أعداد كبيرة من الناس إذا أكلوا من نواحيها وتركوا رأسها، فإذا بالبركة تعم عليهم يأكلون ويشبعون وكيشية الخير. هناك البركة أيضا في أشياء كثيرة، مثلا ماء المطر الغيث فيه حياة لكل شيء، بارك الله فيه وقال ونزلنا من السماء ماء مباركا، ترى الأرض قاحلة فإذا أنزلنا عليها الماء ترى كيف أن النباتات تخضر والثمار والخيرات، سبحانك يا جليل. ومن أهم الثمار اللي فيها البركة شجرة الزيتون، باركها الله تعالى وقال يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يعني كثيرة البركة وكثيرة المنافع، وهذا معلوم، زيت الزيتون فيه بركات كثيرة. هذه البركة أيها الأحباب الكرام ممكن أن نستوعبها بماذا؟
كيف أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي كان أمي وكان يرعى الغنم وكان يتيم وكان فقير، استطاع في غضون 23 سنة فقط أن يبني أعظم أمة في التاريخ وأن يشيد أكبر حضارة في تاريخ البشرية؟ هل يعقل؟ هناك شباب بالآلاف والملايين يدرسون في الجامعات ويمكثون 20 سنة 30 سنة ولم يحصل حتى وعلى على على شيء ربما يذكر، فكيف سيدنا النبي محمد في 23 سنة استطاع أن يبني أمة عظيمة، أن يخرج من مكة إلى المدينة المنورة إلى بلاد العرب كلها، إلى أن يشيد حضارة عظيمة يقال من طنجة إلى جاكرتا؟ يعني شيء الخيال لا يستوعبه. وبنى حضارة عظيمة، أخرج العرب من أنهم كانوا أميين إلى أمة عظيمة، من قاع الصحراء أخرجهم، واستطاع أن يدخل بهم إلى كبرى الإمبراطوريات العظيمة في ذلك الزمن، الروم والفرس، إمبراطوريات عتيقة وقوية وعتيدة. تمكن العرب اللي هما كانوا في الأمية أنهم يبسطوا سلطانهم في أقل من ربع قرن من الزمن على المعمور، من حدود الصين إلى الشواطئ الأطلسي. كيف ذلك؟ بالمنطق وبالعقل لا يستوعب، إنها البركة، الله تعالى يبارك. ثم لاحظنا كيف أن البلاد العربية التي لا زرع فيها ولا ضرع، صحراء قاحلة، كيف أصبح أهلها أغنياء وأصبح أهلها أمراء وقد حلت عليهم البركة تحفهم من كل جوانبهم؟ لاحظوا بأن هناك بعض البلاد العربية، يعني رغم قلة عملهم وقلة إنتاجهم، ولكنهم يعيشون في بحبوحة من العيش، في الطعام واللباس والأكسية وناطحات السحاب وغيرهم. بركة حلت على البلاد العربية ببركة هذا البترول وهذه الطاقات التي هي من عطاء الله تعالى. ثم لننظر في الحضارة الإسلامية، كيف استطاع علماء الأمة أن يصنعوا أكبر المكتبات الباهرة في العالم؟ لحد الساعة أكبر المكتبات هي المكتبات الإسلامية، وهناك علماء رغم عمرهم القصير كتبوا مؤلفات كثيرة جدا تحتاج إلى أعمار مديدة لقراءتها، فكيف استطاعوا أن يؤلفوها ويبدعوا فيها؟ إنها البركة، البركة كثيرة أيها الأحبة الكرام وموجودة، لكن السؤال كيف تستجلب هذه البركة؟ لا شك أن كل واحد منا في عصرنا وفي زماننا ربما يعاني من شظف في العيش أو قلة في الرزق أو قلة في بركة الوقت أو قلة في بركة الصحة، كيف نستجلب هذه البركة؟ الأكيد أيها الأحبة الكرام أن النعم رغم كثرتها لا تكاد تحقق السعادة والطمأنينة. النعم كثيرة في زماننا، ما تحصل عليه البشر في زماننا هذا المتأخر هو أعظم ما تحقق عليه في كل تاريخ البشرية، ولكن إذا فقدت البركة لا سعادة ولا طمأنينة. الآن الناس تلاحظون بأن هناك ناس عندهم أموال طائلة وعندهم سكن فارغ وسيارات وعندهم مناصب وعندهم خيرات وعندهم أرصدة بنكية، نعم كثيرة، ولكن يشتكون من عدم الطمأنينة، يشتكون من قلة السعادة. السبب هو فقدان البركة، لأن كل شيء ليس لله ستكون بركته منزوعة. إذا شعرت بأنك عندك ضيق وعندك قلة، فالمشكلة هي ليس في الحسابات المادية، هي في علاقتك مع مبدع الكون، مع الخالق سبحانه وتعالى. لأن كلما كان الإنسان في علاقة غير سوية مع ربه تكون البركة منزوعة من الشيء. عندك الشيء عندك ولكن بركته منزوعة. البركة كلها تأتي من أين؟ تأتي من نور الله، تأتي من عطاء الله. ولهذا المؤمن الصادق عليه أن يأخذ بالأسباب التي تستجلب البركة على نفسه وعلى وقته وعلى رزقه وعلى أهله وأولاده، كل هذا نحن نحتاج إليه. أول شيء، من أراد أن يستجلب البركة ماذا علينا أن نفعل؟ أول شيء
تجديد الإيمان والتقوى مع الله. المؤمن دائما يجدد إيمانه، يجدد إيمانه. قال ربنا عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إنسان دائما يتقي الله وسوف يرى العجائب، لأن الإيمان وتقوى الله تجعل البركات تنزل من السماء وتخرج من الأرض. وإذا أفاض الله البركة على قوم فإن طعام الواحد يكفي الجماعة، وطعام الجماعة يكفي المدينة. فالإنسان ربما يتمنى أن الله يأتيه بالأرزاق من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يدري ومن حيث لا يتوقع. من منا لا يتمنى ذلك؟ الله تعالى قال: سأعطيكم المال حتى ولو كان هناك أزمة عالمية، سأعطيكم المال وأعطيكم الرزق من حيث لا تحتسبون ولا تتوقعون. ويصرف عنكم ربكم الهم والغم، من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ماذا نفعل؟ أننا نتقي الله، نتوكل عليه، وإذا أخطأنا نجدد الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم، إن الإيمان لا يبلى كما يبلى التوب، فجددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: بقولكم لا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة نعمر بها قلوبنا ونعمر بها العقول ديالنا، لأنها هي عبارة عن أسهم، كلما أكثرت منها زاد سهمك عند الرحمن. الأمر الثاني أيها الأحبة الكرام هو أن يكون لنا ارتباط مباشر وقوي مع كتاب الله تعالى، القرآن العظيم. نقرأه، نفهمه، نعمل بأحكامه، وسترون العجائب. القرآن العظيم مبارك، قال فيه ربنا سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب مبارك، أنك يكون لك اتصال مباشر مع القرآن وتقرأه وتفهم معانيه وتعمل بأحكامه. للأسف بعض الناس ربما لا يقرأون القرآن إلا في الجنائز أو في بعض المناسبات. فالقرآن الكريم نحرم إذا لم نقرأه، هو مبارك أي كثير الفائدة والنفع لاشتماله على منافع الدارين. يكفي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. سورة البقرة كلها بركات، واللي ما كيقراهاش حسرة عليه، ضاعت منه خيرات. ولا تستطيعها البطلة يعني أن الأرواح الخبيثة، الأرواح الخبيثة من الجن والعفاريت وأيضا من العين والحسد، كل هذا لن ينال منك شيئا إذا كنت تقرأ سورة البقرة. وقس على ذلك كل سور القرآن فيها بركات، هناك سور خاصة بالرزق، سور خاصة بالعزة، سور خاصة بالكرامة، سور خاصة بالجلال، سور عظيمة جدا. ثم مما يستجلب به البركة، ربنا عز وجل أوصانا ببر الوالدين لأن فيهم البركة العظيمة، ويلحق ببر الوالدين صلة الأرحام، أننا نصل الأرحام وأننا نسأل عن العائلة ونتحمل الأذى. هذا مما تستجلب به البركة في العمر وفي المال وفي الرزق وفي الأهل والأولاد. سيدنا النبي قال لنا: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ربنا يعطيك البركة كلما وصلت الرحم، خصوصا الرحم اللي عندك معهم مشاكل، اللي عندك معهم قطيعة. جربوا أيها الأحباب، جربوا، جرب أن واحد من العائلة ديالك عندك معه قطيعة وأن قلبك فيه ضغينة، غتقول: أنا لله سوف أتجاوز هذا الإحساس وسأصل إلى هذا الرحم وأطرق الباب وأحمل معي الهدية وأبتسم في وجوههم لله. جرب، انظر ماذا سوف يحصل لك. ستعود وقد غفر الله لك ذنوبك، وستعود وقد أعطاك الله فرحة وطمأنينة والسعادة في قلبك، وستعود وسترى بأن الله يفتح لك باب الرزق والكرامة والعزة في أولادك وأهلك وأحبابك. أيضا أيها الأحبة الكرام، مما ربنا يعطيه البركة أن الإنسان إذا دخل إلى بيته، حتى يكون البيت مبارك ويكون الزوجة مباركة والأولاد مباركين، حينما ندخل إلى بيوتنا أول ما نبدأ نسلم التحية من عند الله، نسلم عليهم.
قال سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. تحية من عند الله مباركة طيبة. إنسان كيدخل البيت ديالو وكيسلم على العائلة، وهذا قضية مقررة في علم النفس. من أراد السعادة الزوجية والسعادة العائلية، أنك تأتي من عملك طول اليوم وأنت متعب، اترك تعبك خارج باب الدار، اترك همومك في عتبة البيت. إياك أن تدخل إلى بيتك مشاغل العمل ومشاكلك الخاصة. إذا دخلت إلى البيت انسى كل شيء وسلم على أهلك وقابلهم بابتسامة طيبة، تحية من عند الله مباركة طيبة. وهذه لما تكون يكون حسن اللقاء والمخالطة مع العائلة والأحباب يكون هناك بركة. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي صحابته اللي بغى يدخل الدار ديالو عند مراته وولاده بعد يوم طويل من العمل: إياك أن تدخل وأنت مكشر الوجه وأنت غضبان، ادخل بالسلام والكلمة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم لما عن أنس بن مالك قال لي رسول الله: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. أيضا من البركة أن الإنسان يبكر في طلب الرزق. إنسان يستيقظ مبكرا ثم بعد أن يصلي الفجر ويقرأ ما تيسر من كلام الله تعالى، يستعد أن يخرج إلى طلب الرزق مبكرا. يعني إنسان كلما بكر كان خير. سيدنا النبي قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. بعض المناطق اللي كتفيق مبكرا سبحان الله العظيم كتلقى عند الرزق وفير، وبعض المناطق الأخرى اللي الناس كيفيقوا متأخرين كتلقى الحركة عندهم ناقصة، وحتى المتعة بالحياة كتكون دائما فيها خلل. كذلك أيها الأحبة الكرام، مما نستجلب به البركة وهو أن الإنسان يكون فيه خلق الجود والكرم، يكون فيه الجود والكرم ولو بالقليل. يقول لك الجود من الموجود، ليس بالضرورة أن تكون غني، الجود من الموجود، فيك الكرم مع الناس، الكرم المادي والكرم النفسي بالابتسامة الطيبة، بالتواضع لهم، بأن تعطيهم مما أعطاك الله على قدر استطاعتك، ويكون تكافل بينك وبين الأسرة والعائلة والمقربين إليك، تكافل يعني اللي هو زلت قدمه أو قل رزقه كان تكافل فيما بيننا. ربنا عز وجل قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهو سبحانه وتعالى جعل الذي ينفق يزداد رزقه، كلما أنفقت زاد رزقك وتضاعف. حتى قال جل جلاله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أيضا أيها الأحبة الكرام، من الأمور التي تجلب البركة وهو الدعاء للناس، وهذا ما سوف نقوم به بين الفينة الأخرى في هذا البرنامج، في هذه الحلقات، الدعاء للناس بالبركة. إنسان ربما ماله وزلت قدمه وحياته مبعترة، كيف نفعل؟ ندعو له بالبركة. كان صلى الله عليه وسلم يدعو لكل الناس بالبركة. فعن أنس بن مالك قال: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس ضعيف، أدعو الله له. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر مال أنس، اللهم أكثر ماله، اللهم أكثر ولده، اللهم بارك له فيما أعطيته. كان سيدنا النبي دعا لسيدنا أنس مرة واحدة، دعا له بالإكثار من المال والإكثار من الولد وأن يبارك له فيما أعطاه. فأنس كان يقول بأن ابنته قد دفنت من صلبي 99، حتى إنه الأولاد ديالو الحفدة، أولاده وحفدته وحفدة حفدته كانوا تقريبا 99، كلهم زامنهم وعايشهم. ربي أعطى الأولاد كثر، بارك الله في الأولاد وفي الحفدة وفي أولاد الحفدة. ويقول أنس: والله ما أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالا. لما كبر أنس كثر ماله، ولما كان يسأل: من أين لك هذا المال الوفير وهذا الأولاد الكثر، وديما كنلقاو في وجهك البشر،
كان يقول إنها من دعوة رسول الله، كان قال لي اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وسيدنا النبي كان يدعو مع الجميع حتى مع المتزوجين، إذا تزوج متزوج كان يقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، لأنك تعداد السعادة والفرحة والرزق الكثير. ثم كان صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة في العطاء، كان يقول وبارك لي فيما أعطيت. ربنا يعطينا شيء معين نقول يا رب بارك لي في هذا العطاء، أعطاك الله تعالى صحة، أعطاك الله مال، أعطاك الله أولاد، أعطاك الله زوجة، أعطاك الله عائلة، أعطاك الله أصدقاء، أعطاك الله منزل، أعطاك الله علم، أعطاك الله مرتبة. أدعو الله له بأن يبارك لك فيما أعطاك وبارك لنا فيما أعطيت، لأن هذا الدعاء يجعل الخير يكثر وتستفيد منه، لأن هناك بعض الناس عندهم الخير لكن لا يستفيدون منه. قد يكون ليس عنده مال وفير لكنه في البنك محفوظ هناك حتى يتوفاه الله دون أن يستفيد منه. هناك من عنده منازل ودور كبيرة ولكن هو مستقر في محل واحد ولا يستفيد من الأشياء الأخرى. هناك من عنده مناصب كثيرة ولا يستفيد من بركتها بل فقط تعب ومسؤولية وضنك. دائما نقول اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت. أما عن أسباب نزع البركة ومحقها، فالكثير من الناس ربما يتساءلون لماذا عندنا البركة قليلة، لماذا كان واحد الوضع نعيش فيه جيد ثم تغير وتبدل، ما الأسباب التي تؤدي إلى نزع البركة ومحقها؟ أولها وهو أن الإنسان ربما قد يتساهل في الذنوب والمعاصي، يتساهل ربما بمفهوم الحرية، بمفهوم أن الإنسان يفعل ما يريد، قد يتجرأ على حدود الله فيكون يقترف الذنوب والمعاصي. إذا فعل العبد ذلك صار هينا على الله، الله تعالى يسقط من عينيه العبد الذي يتجرأ على المعاصي. تذكروا أيها الأحباب، كلما تجرأت على معصية سقطت من عين الله، وكلما وقعت في ذنب صرت هينا على الله. فسبب لهوان العبد هم المعاصي وذهاب البركة والعياذ بالله. المعاصي تمحق البركة، بركة العمر وبركة الرزق وبركة العمل وبركة الأهل وبركة العلم، كل هذا يمحق والعياذ بالله. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا من ذلك، كان يقول إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. إنسان يحرص على أنه يبتعد على قدر ما يستطيع من الذنوب والمعاصي، لأن هذه الذنوب والمعاصي تؤدي إلى التغيير وأن الله تعالى يعاقب، خصوصا أن كل من أعرض عن منهج الله تعالى زالت بركته وذاب خيره، ليس فقط في الأفراد والأسر أو الجماعات بل حتى الدول. هناك دول كانت تعيش نعيم كبير وسخاء من عند الله، ولكنها أذنبت هذه الدول، ربنا يعاقبها، إما يعاقبها بقلة المطر أو يعاقبها برفع الأسعار أو يعاقبها بأن يجعل بأسهم بينهم شديد أو يعاقبها بأن يثار حولها الحروب والنزاعات. هذه كلها عقابات والعياذ بالله. يحكي القرآن العظيم عن بلدة سبأ، كانت من أعظم دول العالم في التاريخ، أعطاها الله المال وأعطاها الخيرات والأمطار والفلاحة والتنمية والعزة، ولكنها لم تشكر نعم الله وتجرأت عن معاصي الله، فربنا سلط عليها العذاب، سلط عليها الفيضانات والعياذ بالله، وسلط عليهم الجفاف فيما بعد، وسلط عليهم قلة الطعام، وصاروا يعانون من المجاعة. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة سبأ ماذا قال؟ قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل. والعياذ بالله، بعد أن كانوا يأكلون الطعام الكثير
ولهم جنتان عظيمتان، وسمى الله تعالى بأن البلدة طيبة ورب غفور، وطلب منه الشكر، لكنهم لم يشكروا هذه النعمة وأعرضوا عنها. ما الذي وقع؟ قال: فأرسلنا عليهم سيل العرم، جاهم فيضان ديال السدود، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل. كان عندهم طعام كثير، جميع أنواع الفواكه وجميع أنواع التمور، ولكن فيما بعد صار عندهم السدر القليل والعياذ بالله. هذا نموذج لدولة في التاريخ أعرضت، وهذا قانون عام، قانون عام أنه كلما ظهر الفساد في أي بلد في أي منطقة ربنا ينزع البركة. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالأرض منذ أن خلق الله تعالى هي مباركة، فيها البحار وفيها اليابسة وفيها الجبال أوتادا، وجعل الأشجار والغابات والمناخ المعتدل، وجعل الفصول الأربعة، ولكن الإنسان يفسد، قام بصناعة حربية وعسكرية ودمر وخرب وأساء الاستغلال، فظهر الفساد في البر والبحر، كل هذا بما كسبت أيدي الناس. ومن ثم لاحظنا الأزمات، المؤتمرات العالمية للحفاظ على البيئة وعلى التلوث وعلى التصحر وعلى الحرارة وغيرها، كل هذا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى رشدهم. فأيها الأحباب الكرام، مفتاح البركة كلنا نسعى إليها. البركة هي التي قال فيها الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني بركات يوحي أنها أمور لم يعهدها البشر في الأرزاق والأقوات. إذا اتقى أهل القرى يعطيهم الله ألوان شتى من الأرزاق، تهبط من السماء وتنبع من تحت الأرض، وهذا واضح. الذين أكرمهم الله، السماء تنزل أمطارها وخيراتها، وباطن الأرض يكتنز الكنوز والطاقات وغيرها. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أحسن طريقة أيها الأحباب الكرام لكي يفتح لنا الله تعالى أبواب البركة، رغم ذنوبنا ورغم تقصيرنا ورغم إساءتنا، وهي أننا علينا أن نكثر من الاستغفار، نكثر من الاستغفار مع ترك الإصرار. لأن الإنسان لا يصر، لا يقول هذه حرية فردية وأنا أفعل ما أشاء. أنت لست حرا، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. أي نعم، أنت عبد وكلنا عبيد الله، نخطئ ونقع في الخطايا ونقع في الإساءة، ولكن نندم ولا نصر على ذلك ونلجأ إلى الاستغفار، لأن الذنوب والمعاصي تحجب عن الإنسان البركات التي أوضعها الله تعالى. ولكن إذا تبنا إلى الله وإذا رجعنا إلى رشدنا ولهجت ألسنتنا بالاستغفار، فإن الله تعالى يرفع عنا الشدائد، يرفع عنا الأمراض، يرفع عنا غلاء الأسعار، يرفع عنا قلة الموارد، يرفع عنا البطالة، يرفع عنا الأمراض والأسقام، يرفع عنا النزاعات، يرفع عنا كل شيء ببركة الاستغفار. ربنا قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فأيها الأحباب الكرام، البركة هي قريبة منا، لكن نحن نغفل عنها. هناك ستار بيننا وبينها، يكفي أن نرفع الستار وسوف نجد البركة قريبة منا. ربنا سبحانه وتعالى وضعها في متناول كل عباده. سيدنا عيسى بن مريم مثلا ماذا قال؟ قال: وجعلني مباركا أينما كنت. سيدنا عيسى كان أين محل منطقة اللي وقف فيها كتجي فيها البركة، الناس كي يأكلوا كي يشربوا والخير يعم عليهم. هذا السر الإلهي وهذا التجلي الرباني جعله الله في الأنبياء والمرسلين، وأيضا جعله في كل مؤمن ومؤمنة من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هذا السر اللي أعطاه الله تعالى الأنبياء والمرسلين راه مازال موجود، إنه لم يذهب. كل مؤمن ومؤمنة من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاهم الله السر ديال البركة،
وسمهم الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل واحد في هذه الصفة راه ولي. يعني الأولياء ما تظنوش الأولياء خص يكون عنده واحد العمامة واحد اللحية بيضاء وهز واحد السبحة في يده وعكاز في اليد الأخرى ويلبس جبة وعنده ضريح وعنده مريدين وعنده كذا وكذا وبخور، ما تصوروش هذوما الأولياء. لا، قد يكون إنسان عادي جدا، قد يكون موظف في إدارة، قد يكون رجل شرطة، قد يكون تاجر، قد يكون أستاذ أو معلم، قد يكون فنان، قد يكون رياضي، أي إنسان في هذه الصفتين فقط. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقط غتجيهم البركة، يكون مؤمن إيمان صادق ما فيش خلل ما فيش غبش، وكانوا يتقون أنه يتقي الله على قدر ما يستطيع. فكل من آمن واتقى فهو من أولياء الله اللي معهم البركة، يكون مبارك حيثما كان. إذا وضع يده على مريض ودعا شفاه الله تعالى، وإذا امتدت يده إلى الطعام وقال بسم الله أصبح الطعام القليل كثيرا يكفي الجميع ببركة الله، وإذا لبس ثيابا وقال بسم الله اللهم بارك لنا لا تبلى ثيابه لأن حلت فيها البركة، وإذا بنى بيتا لكي يعيش فيه كيقول يدخل إليه ببسم الله ويقول لي اللهم بارك فيما بيتنا فيعمر الله هذا البيت طويلا ولا تؤثر فيه عوامل الزمان لأن ساكنه عبد من عباد الرحمن. وإذا رزقه الله أولاد دائما إذا كان علاقة مع زوجتك يقول اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا فيبارك الله في الأولاد كيكونوا صالحين صورتهم حسنة وبررة ونجباء وأذكياء وأتقياء. هكذا أيها الأحباب الكرام، من أراد البركة لنفسه ولأهله ولبيته ولماله فليقبل على الله تعالى عابدا مطيعا. كل واحد منا يكثر من تلاوة القرآن العظيم، يكثر من الاستغفار، يكثر من صلة الرحم، يكثر من الإحسان إلى الناس، يبتعد عن كل ما يسخط الرحمن ويتجنب الآثام، وهكذا سوف ترى البركة تعم علينا جميعا. فنسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا ولكم جميعا. اللهم بارك لنا جميعا في أسماعنا، اللهم بارك لنا في أبصارنا، اللهم بارك لنا في صحتنا، اللهم بارك لنا في ذريتنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في أموالنا، اللهم بارك لنا في أهلنا وأحبابنا، وبارك اللهم لنا في وطننا، وبارك الله لنا في أمتنا، وبارك اللهم لنا في كل شيء أعطيته إيانا. يا رحمن يا رحيم زدنا ولا تنقصنا فضلا منك وإكرما. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم كثر خيراتنا، اللهم رخص أسعارنا، اللهم أمن أوطاننا، اللهم بارك لنا في كل ما أعطيتنا، واختم لنا يا ربنا بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نتوب وعليها نلقى الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم لنستقبل مكالماتكم، وكلنا آذان صاغية وقلوب واعية، مرحبا بالجميع. ونبدأ من مكناس مع للا فريدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف درتي الدكتور قريب؟ لاباس عليك؟ لاباس بنتي، بارك الله فيك، الله يطول عمرك. مرحبا. أنا اللي الصديق ديالك سولك عليا راجل مجوج وقلت له على النفقة. أيها للا، أيها أيها للا. وعندي معاه بنت وولد وما كنشوفش. نعم. وما كيصيرنيش كاع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يفرج عليكم بنتي، الله يفرج عليكم بنتي. الله يحفظ لك الوالدين، دعي معايا بزاف، الله يسهل الأمور، كنحتاج الدعوة ديالك. الله يعطيك ما تمنيتي، لا ما دعي معايا ومع أولادي.
الله يحفظك لاله فريده، الله يطول عمرك وربي يكون لك ولي ونصير، ولا حول ولا امين. قوه الا بالله. الله يرحمك لاله فريده، بأنا علاش 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 الزوج ديالك، علاش الزوج ديالك مابقاش كينفق عليك؟ هو هجرك ومابقاش كينفق عليك؟ كنت ساكنة معاه في الدار ديالهم مع الام ديالو، واخا هكاك ما كيصرفش. نعم. ومن بعد في هاد العطله هذه جيت للدار ديالنا، صافي صافي وجيت سكنت مع دارنا. واش هو ربما تزوج مع شي مرة ثانية ولا اش دار؟ ثانية، انا الاولى وهي الثانية. لا اله الا الله، لا اله الا الله. لاله فريدة الله يحفظك لاله، الله يحفظك لاله، الله يفرج عليك، الله يفرج عليك لاله. شكرا لك فعلا. واحد السيد كان اتصل بيا وحكى لي على المشكل ديالك بالتفصيل، والاخت فريدة كتسال يعني ماذا عساني ان افعل مع هذا الزوج الذي هاجرها والذي لم يعد ينفق عليها. هو كاين طريقتين لاله فريدة، كلا الطريقة الأولى القانونية أن المرأة المتضررة كتلجا إلى القضاء وكتشتكي بأنها معرضة للهجر والإهمال الأسري ثم عدم النفقة. القانون هو كيحمي الإنسان في المدونة ديال الأسرة أن الزوج بمقتضى عقد الزواج وعقد النكاح الذي بينه وبين هذه المرأة وعقد التكوين أسرة، وجب على الزوج أنه يبقى في صلة متصلة مع زوجته، ووجب عليه أن ينفق، وهذا أمر إلهي مش أمر قانوني، أمر إلهي. ربنا عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. فالزوج عليه أن ينفق على الزوجة، ويجب عليه، ويحرم عليه هجرها حتى لو كان بينتهم نزاع. قال وهجروهن في المضاجع، يعني الهجر يكون في بيت الزوجية، ربما مقلق منها، ربما مستاء منها، خصو يهجر داخل بيت الزوجية. بل إن بعض الفقهاء قال لك وهجروهن في المضاجع، يعني في غرفة النوم كيبقى معها ولكن لا يلمسها. فالطريقة القانونية هي متاحة، ممكن أي امرأة ربما تضررت تحمل دعوة قضائية وتطالب بحقوقها. ولكن ننصح أن الإنسان لا يلجأ إلى القضاء كلما وقعت مشكلة، راه ممكن نسوي الأمور غير بالتي هي أحسن، نسويها غير بنوع من التنازلات، ونقلب على وسطاء من أهل الخير يدخلوا بيناتنا. كيكون الرجل مع المرأة عندهم واحد مشكل، ولكن المشكل الأكبر اللي بيناتهم هو سوء الفهم وسوء التواصل. المشكل اللي عندهم راه بسيط، راه ممكن أن نجد له حلا. وحتى إذا لم نجد له حل، كان ذاك المشكل عسير جدا، فعلى الأقل يبقى التعايش، كما قال الله عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حتى ولو كان مشكل كبير أو صار هناك النفور بين المرأة وزوجها، ربي عز وجل قالنا اصبروا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلا بد يدخل الوسطاء. لاله فريدة أنا حسب المعاناة ديالك، أنت امرأة الأولى وعندك ولدت مع هذا الرجل ومع طول العشرة، قلت صحتك وذهب بصرك، ثم مش أقلب على امرأة ثانية. له ذلك، لو أراد أن يتزوج القضاء يسمح له إذا كان عنده القدرة المالية والنفسية والجسدية على ذلك، ولكن لا يحل له أن يهجر زوجته الأولى ولا أن يهملها ولا أن يقتر عليها في الإنفاق، واجب عليه ذلك. للا فريدة أنصحك للا عوض أنك تمشي للقضاء، راه مسترة شوية طويلة وكتعود العداوة والبغضاء. الرجل غير كتوصلوا المرأة للمحكمة ما كيبقاش يشوف فيها نهائيا، ولو تكون الصلح يقول لك لو وصلتني للمحكمة، احنا بغينا الصلح لأن عندكم معه وليدات، واخا تكون انت بيناتكم عندكم واحد نفور، ولكن بينكما لحم، بينكما أولاد وبنات. اصبري وصابري واحتسبي وادعي الرحمن، الأمر كله بيد الله، العقول والنفوس والقلوب ديال البشر بين أصبعي الرحمن. إلى بغى ربي عز وجل إذا دعوناه فإن قلب المؤمن بين أصبعي الله، إن شاء هداه وإن شاء ضله. ندعو الله له الهداية، ندعو الله له أن يعود إليك
عودة طيبة، وأن يرجع إلى أولاده وإلى أحضان أسرته، وأن يقذف الله في قلبه الرحمة، وأن يأتيه الله بالأرزاق فيأتيك بالنفقة عليك. هذا الدعاء. هذه النصيحة لك للفريدة ولكل المستمعين والمستمعات. من اللي تقع المشاكل نفر إلى القضاء وكتزيد تعسر الأمور، وشينا حدثنا نعيشها يوميا مع الناس من اللي يوصلوا للقضاء، يعني صافي نسدت القدرة على عودة الإصلاح. لكن لكنا صابرين ومحتسبين، وكندعيو المولى صاحب الأمر، نقول يا رب اهدي فلان، يا رب رد به ردا جميلا، يا رب خذ بيده، ندير لي قيام الليل. لالا فريدة قومي عليه الليل، هذه الليلة هذه ليلة الجمعة أو أي ليلة من الليالي، نتوضأ ونصلي قيام الليل، نقول يا رب فلان جعلته من نصيبي وأبو أولادي، وقد تغير وقد تبدل وقد ساءت حالته، يا رب أنت وليه وأنت صاحب الأمر، يا رب رد به ردا جميلا، وألف بيني وبينه، وارزقنا وإياه رزقا حسنا. ندعو الله، نطرق باب الرجاء، لا نستعجل ونمشيو للقضاء، راك تعسر الامور اكثر. نطرق باب الرجاء ايها الاحباب، وربي غادي يبارك لنا جميعا. لاله فريده، اللهم يا ربي يا كريم بارك لاختنا فريده، اللهم بارك لها في صحتها ورد عليها بصرها، اللهم احفظ لها اولادها وانبتهم نبتا حسنا، اللهم ارزقها رزقا واسعا، اللهم لاقيها مع الاخيار والابرار، ورد بزوجها ردا جميلا، اللهم رد به يا كريم، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين يا رب يا كريم. وغنمشيو لقلعة صراغنا مع لالة خدوج. السلام عليكم لالة خدوج. السلام ولدي، كي داير؟ لاباس الشريفة، الله يطول عمرك لالة. بارك الوالدين الله يرحمهم، لا إله إلا الله، ومع دوسي وشيخي ومع أولادي وناتي، الله الله الله، ومع مولا داري. كنت غايبة للحج، بغيت نعاود ليك. أيه، مشيت غادي من المدينة ومشيت لبير عالي وحارمة، وغسلتي تقير الصابون تاع الريحة، وقالوا لي ما تغسلي، خاصك ما تغسليش. وبغيت نقول لك اش ندير عليها فدية، اش ندير؟ أيها الحاجة، أيها لالة خدوج، هنيئا لك، تقبل الله منك يا الحاجة. بإذن الله. دعا جمع واحد داري راه باقي بلا جوال ان شاء الله، وبغيت لي شيخ دايما سهله ماهله، وبغيت لي شي حاجه اللي فيها الخير. يا عم ولا داري عدوا لك شويه، توقف الخدمه ما قدام رده، ومع سهل عليهم جميعا يا ربي. يا ربي يا كريم، ومع وليداتنا وبنياتنا ومع اخواتاتنا ومع كاع المسلمين، اللهم امين يا رب. ايوا اش ندير عليها؟ واخا الحاجة، أنا نشاوبك دابا بإذن الله. لا الله يحفظك ويرعاك، شكرا لك الحاجة خدوج، وتحية إليك ولكل ساكنة قلعة سراغنا. أول حاجة، جعل الله حجك مبرورة وسعيك مشكورة وذنبك مغفورة. أنتم الحجة حرمتم من المدينة المنورة وغادين في اتجاه مكة المكرمة، وكتحرموا من أبيار علي، ومن اللي كنوصل أبيار علي وكنصليوا ركعتي الإحرام، يحرم علينا الطيب، النساء كيلبسوا اللباس ديالهم العادي والرجال عندهم الإحرام المعهود، ويحرم علينا الغسل بالطيب، نغسلوا غير بالماء، الطيب ما نقربوش ليه لقد دخلنا في الإحرام. بعض العلماء كيقولوا بأن اللي غسل بالصابون ديال يدي راه داك الصابون فيه الريحة وعنده الطيب، وبالتالي يلزمه الكفارة أو تلزمه الفدية. ما هي هذه الفدية؟ هي إطعام ستة مساكين، إطعام ستة مساكين، هي بالثمن ديال السعودية 36 ريال سعودية كنطعم بها المساكين. بعض العلماء الآخرين قال لك لا، ما يتعلق بالطيب في غسل اليدين هذاك معفو عنه، هذاك أمر مباح. علاش؟ لأن الإنسان كيدخل أعزكم الله إلى دورة المياه، كيدخل المرحاض ويستنجي، واليدين ديالو ربما كتبقى فيها بقايا النجاسة، فعليه أن يغسلها بما من غير الماء، بواحد المادة تكون مطهرة. إلا كنت في الصابون اللي كاين في الحرم تما في المسجد ديال الأبيار علي، هذاك 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 راه صابون من غير رائحة، راه الناس تما اللي مكلفين بشؤون الحج راه كيوضعوا في المساجد تما ديال الإحرام، كيوضعوا واحد المجموعة ديال المطهرات اللي هي بدون رائحة. إذا كان من تما فلا شيء عليك، هذا أمر صحيح. إذا كان الصابون ديالك أنت
جيبه معك من المغرب وفيه الريحة واستعملتيه في الأيادي ديالك، ولو أن بعض العلماء يقولون نستعمله في أطراف الأصابع، فكيقول لك لا حرج عليك، لأن اليدين نباشر بها الطعام وكنوضع على الوجه، فإنسان إذا دخل دورة المياه كتبقى فيها أثر نجاسة ولا تزول إلا بذلك. فهناك رأيين اثنين، اختاري منهما ما تشائين. الرأي الأول كيقول لك عليك الفدية، وهو إطعام 6 مساكين 36 ريال سعودية، تخرجها دفعة واحدة أو مقسمة على الفقراء، ولك أن تخرجيها هنا في المغرب، تخرجها هنا في المغرب على شي واحد فقير محتاج، شري لي واحد القفة قفة ديال الطعام وعطيه شي أسرة فقيرة. والرأي الثاني يقول لك لا شيء عليك، لا حرج، لأن اليدين وخص أصابع اليدين أمر معفو عنه، فأسأل الله أن يبارك لك الحج في حجك، وأن يجعله مبرور، والسعي مشكور، والذنب مغفور، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في الوالدين، الله يشفيهم ويعافيهم، وفي العجوز ديالك وفي النساب ديالك وفي الوليدات جميعا، نسأل الله تعالى أن تحل عليكم البركة. اللهم يا رب لله خدوج ومن معها، اللهم ارزقهم البركات من السماء والأرض، اللهم افتح لهم خزائن ملكك وكرمك وجودك، اللهم واصرف عنهم السوء، اللهم وكلهم وليا ونصيرا ببركة حج لالا خدوج، وببركة طوافها حول البيت وسعيها بين الصفا والمروة وتقبيلها للحجر الأسود، وببركة يا رب يا كريم زيارتها للمدينة المنورة، وببركة وقوفها بعرفة وبمبيتها في مزدلفة وفي منى. اللهم ارزقها ببركة هذه المناسك الخير في الدين والدنيا والآخرة. قولوا معنا جميعا أمين. آمين آمين يا رب يا كريم. نتحول أيها الأحباب الكرام، نتحول إلى إقليم العرائش مع للا رحمة. السلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا. عليكم السلام عمي الحاج، كيفتينا لاباس عليك بخير؟ الحمد لله بنتي رحمة، الله يطول عمرك. مرتبك شوية صافي، سالت شبر لي الخط، بغيت عمي الحاج نعاود لك واحد مشكل يعني مع العائلة وصافي، يعني الحمد لله مادام حاجة كتكون مكتوبة صافي يعمل يعطي الله وهذا وصافي. حيت كان واحد الأخ ديالي يعني سن المراهقة كان سرق، يعني ما كنقولوش ما سرقش، سرق فلوس الراجل دعمتي، يعني كان كيبيع ويشري هيدا هي شي حاجه هيدا قليله وصافي، زعما عنده غير شي بركه هيدا قليله وصافي، زعما ماشي شي حاجه كثيره. ايه في ديك الساعه يعني دخل من الدار هو يعني اختي مزوجه بالعيل دعمتي، هو ملي سرق هذاك الفلوس يعني الراجل اختي رد لهم بال يعني ما كاينش، عرفوا بلي هو كيجي مع اختو زعما الداق يعني غيكون هو اللي داهو. ملي هذاك مشاو بينا المحكمه، يعني مشى دعا حبيبه المحكمه، وانا من ذاك الوقت هذاك ملي تشبر خي، وانا كنت كنحاول نتصل تدعو معنا في دواء ديال الخير وما شبر لي شي الخط. ايوا ديك الساعه تهمه بواحد التهمه هو ما قاهاش، قالوا له يعني سرقتي شي ذهب شي دمالج دختو، يعني قالوا مادام دخل دا ديك الفلوس هذوك يعني تا داك الذهب داهم، هو كيقول ماشي متاكدين منه باللي هو ماشي داهم، يعني مدعيين مع با مسكين في المحكمه. ما عندي ما نقول لك عمي الحاج والحمد لله لا اله الا الله، يعني خلصت ديك الفلوس ديك الذهب، يعني عملوا معاه التزام في المحكمه وبغاوش يتنازلوا يعني واخا حبيباهم وهذا الشيء، يعني الحمد لله اللي طلعه الحمد لله. لا اله الا الله لا اله الا الله. واخا هيداك عمي الحاج زعما قال لهم انا نخلص لكم مادام قلتوا هو داهم، هو ماشي متاكدين باللي هو ما داهمش، كيشلف وكيقول يعني عملنا جميع الطرق يعني باش نعرفوا واش هو ولا لا، يعني قال لنا ماشي انا اللي ديتهم، عارفين يعني متاكدين والوالدين متاكدين كاملين الخوت متاكدين، يعني هذا المشكل يعني مع العائله الحمد لله صافي. ودابا الرب مسكين كيخلص دا الكريدي من عند الناس عاود باش يخلص لهم مليون ونص،
قالوا خصهم على الحق داك الذهب بشوف داك الساعة هذاك تقريبا ربيعا يعني عملوا الذهب بشحال كان وعملوا معاه يعني شحال هذاك الفلوس وكذا تاهم نتمنى ندعي مع با مسكين ربي يعاونو هذاك داك الدين المسكين اللي عليه وشنايا الحمد لله ما حلاش ما لا اله الا الله ما حسناش الحمد لله اللي كان مكتب الحمد لله وصافي لا اله الا الله دعوة الخير كيف ما كنقول انا مع المستمعين كاملين كنقول لهم امين نتمنى يقولوا امين يا رب هذاك هذا النبا مسكين ما يبقاش على هذا الحمل هذا هو مسكين ما خدام ما والو يعني الراجل كبير عاوتاني شحال نقول لك شي 67 سنه وزياده يعني في الباديه هيدا وصافي نادم الحمد لله وصافي يعني لا اله الا الله نتمنى شي دواء الخير يفك ربي عليه يجيب الله يا رب يخلص معنا مع مسكين الحمد لله وهو يا ربي ما نقول لك شي ما نهدفوش قدامك عمي الحاج الحمد لله يعني اسلام مسكين كيصلي في الجامع كيدن هو في الجامع ملي ما كيكون شي المؤذن للجامع كيأذن هو مسكين كينوض ساعة قبل الفجر وكيطلع يمشي للجامع قبل الفجر زعما الصلاة الحمد لله لو كانوا ديك الناس اللي ما حد كان كيصلوا ديك الصلاة اللي كيصليها هو ما غيعملوش هاد المنظر اللي عملوا معنا بالحق الحمد لله اللي عطى الله هو هذا وصافي نتمنى لا اله الا الله شي دعوة ديال الخير ولا نتمنوا يبان داك الذهب تدعيو معنا يبان داك الذهب تبان الحقيقة على الناس كاملة باش ما يبقاوش مطيحين عليه الدول المسكين وهو زعما الحمد لله يعني لا. لو كان بالعقل مسكين لو كان بالعقل فراس ما يعملش داك المنظر هذاك لا اله الا الله هذا الشيء اللي كاين عمي الحاج وصافي الله يرحم الوالدين ودعوا معنا الله يفرج عليك امين ودعوا معنا بزاف وشي دواء الخير للزوج ديالي ولوليداتي وللوالدين والعائله الحمد لله واخا هذاك حنا باقيين عائله واخا حنا كنهلكم عائله وما مهلكين مننا يعني مفتخرين ما عرفنا شي كيفاش هذا الشيء ايوا الحمد لله وصافي لا اله الا الله لا اله الا الله منك عمي الحاج الحمد لله يا ربي ملي فضل لي الخط حيت ملي وقع هذاك المشكل وانا كنت كنحاول نتصل بك تديهم مع خي ما يعملش شي مشكل زعما ملي تشاد ولا هذاك قالوا انا ملي ما عملتي هذا الشيء نقدر نضربها نقدر زعما هذاك انا ما عملتي هذا الشيء هذا اللي طيحت عليا هذا الظلم بزاف عليا والحمد لله صافي يا رب يا لله يا رب لله الرحمة الله يفرج عليكم يا بنتي الله يفرج عليكم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لله رحمة قلوبنا معك احنا نأسف لما وقع وكنا كنلمسوا من نبرة صوتك كينا واحد لكنا ديال الحزن وديال الأسى العميق على هذه الوقائع اللي وقعت صعيب جدا أن يكون وسط الأسرة واحد شاب في سن المراهقة ربما بسبب الطيش تمتد يده إلى أخذ أموال الآخرين خصوصا الأقرباء للأسف هذا شيء شبه معتاد كنلقاو بعض الشباب في سن المراهقة ربما يدخل إلى بيت خالته أو عمته أو خاله أو عمه أو أحد المقربين وكيكون طيش وكتمتد يده هذا واحد المرض كيتصاب به بعض الناس أن يده كتمتد إما كيكون مبتلى ربما بالتدخين أو ربما محروم من بعض المتع بغي يشري هاتف نقال جديد بغي يشري ربما حذاء من طراز رفيع بغي يخرج مع أصحابه للنزهة خصو المال بأي وجه كان فهو لا يفكر في العواقب كتلقى مباشرة يده تمتد وهذا شأن بعض المراهقين والكثير من العائلات يعانون من هذا الحالة للأسف طلب الله سبحانه وتعالى يهدي الجميع الآن لله رحمة وقد وقع الذي وقع أحسنتي من اللي دخلتي هذا الحدث في دائرتي وخانتي القضاء والقدر لأن المؤمن من اللي يدخل الأحداث الحزينة والمؤلمة في خانة القضاء والقدر كيرتاح نسبيا
ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كتكون واحد الراحة نسبيا، هادشي اللي كتب الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن هاد الشاب للأسف الآن هو في السجن وراء الغضبان، وخاد جزاءه وأكثر أكثر من جزائه، لأن بعض المرات كيف كيقولوا ملي كيطيح البقر راه كيكثروا الماس، يعني كينزيدوا القنطروا عليه. هو سرق ربما بعض المال، ولكن ضاعت هاد الأساور ديال الذهب، أجي نركبوا لي كل شيء، يعني شكوا فيه وحمل الجمل بما حمل، وهذا صعب جدا للغاية. الله يحسن عوانكم بنتي رحمة، وحسن ميمتو عوان باه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواقع ديال السجون واقع مؤلم للغاية، وهذه فرصة أن السجون ينبغي أن تكون كمقر للتربية وإعادة التوجيه. كنحيي بعض السادة العلماء من المجالس العلمية اللي بين الفينة والأخرى كيمشيوا للسجون ويقيمون دروس للوعظ والإرشاد والتوجيه لفائدة هؤلاء الشباب، لأن كيكونوا متورطين وكيكون غاب عنهم الإيمان لحظة فعل الجرم، وكيحاولوا ما أمكن يردوهم إلى الطريق المستقيم، لأن السجن هو تهذيب وإصلاح. لكن هذه المدة اللي غادي يقضيها السجين في سجنه، الله يحسن عوان ميمتوبة وعائلته وحبابه. كنعرف واحد العداد ديال العائلات اللي عندهم بعض أفراد أسرتهم في السجن، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنهم في عذاب أليم. كي يمر رمضان ولا يشعرون بلدة الصيام، وكيجي عيد الفطر السعيد ولا يشعرون بفرحة العيد، وكتكون أفراح دي العائلة أعراس أو عقيقة لا يشعرون بأي شيء، فين كيرتاحوا؟ إذا كان شي مأثم من المآثم والناس كيبكيو، عاد كيجيو يعزيو وكيبدو يبكيو معهم، ويبكيو على الفقيد ويبكيو على همهم كذلك. الله يحسن عوانكم لله. ليس لنا إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الباري عز وجل أن يخفف ما نزل. لقد نزل الذي نزل، الأمر لله، ونطلب الله يخفف ما نزل. فاللهم يا ربي يا كريم يا جواد يا رحيم يا ستار ويا من سمى نفسه الغفار، اللهم يا ربي هذا الشاب رد به ردا جميلا. اللهم يا ربي أسرع بتوبته، اللهم ويسر له الخروج من هذا السجن في القريب العاجل بعفو ملكي كريم. اللهم رده إلى أحضان والديه ردا جميلا يا ربي. وهؤلاء الناس اللي هما في نزاع معهم من العائلة، اللهم انزع من القلوب حد الشيطان، اللهم أعد المحبة والمودة إليهم يا ربي. إنه لم يسرق إلا لأنه ربما كان محتاج، فافتح لهم يا ربي أبواب الرزق وأبواب الكرم وأبواب الجود، حتى لا يضطر مرة ثانية أن يمد يده إلى مال الغير. اللهم يا ربي وارزق أهله الصبر، وارزقهم يا ربي الطمأنينة والسكينة، ورد بهم جميعا ردا جميلا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كما أخرجت يوسف من السجن نبيك وصفيك وخليلك يوسف، اللهم أخرج هذا الشاب من السجن قريبا، اللهم وبوئه مقاما عليا برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتحول أيها الأحباب الكرام إلى إقليم الراشدية مع أخينا السلحسن. دكتور حياك الله مولاي، تبارك الله، شو عمرك والمرافقين ديالك، وهذا الخير اللي تدير في هذه الأمة، الله يجازيكم بخير ويطولنا في عمرك. استغفر الله استغفر الله، بارك الله فيك السلحسن. لا 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 لا، تبارك الله، تستاهل كل خير، انت ولد الخير والجنة، تبارك الله، الله يعلي مقامكم سيدي. معك جيل حسن من قلبي، ما إقليم الرشيدية واحد غريس، بارك الله، مشرفين مشرفين. أرض الشرفة، أرض الشرفة وأرض الأولية، تأفلال تبارك الله، أرض الخيرات، التمر والزيتون والأنهار والعيون تبارك الله، والأولية مولاي علي الشريف، مولاي علي الشريف، برافو عليك سيدي، الله يرحمه، بارك الله فيك. ربيك بغيت واحد الدعاء لبو علي هشام في الدار البيضاء مقاول، نقول لك علاش، واحد دعاء الله يكثر من مثاله ويفيد رزقه ان شاء الله ويسهل فيه مولانا تبارك الله يا رب. راه قصته تبارك الله في واحد السيد بغى يدير العمليه، وقصته قال لي ديه للكلينيك على حسابي، وفعلا ادى الواجبات ديالو ودا خلص على السيد وعطاه الفلوس ديال الجيب ديالو. بغيت هذا السيد بو علي هشام
ولد قول لي ما ولا اني عندي المقاوله في الدار البيضاء بغيتك تدعي ليه بالتيسير والخيرات والله يفيض خير وتبارك الله فهاد راه غير شاب شاب مقاول ولا اني ولد الناس بغيت تدعي ليه واحد الدعاء الله يجازيكم بخير السي الدكتور هذا هو الطلب ديالي والله يطول لك عمرك السي الدكتور شكرا لك السي الحسين شكرا لك تحيه اليك واحد السلام لواحد زيز قول لي ما الرشيد يا درعاتي في الله يرحم الوالدين الله يطول لك عمرك الدكتور اكرمك الله خويا اكرمك الله بارك الله فيك الله يزين ايامك الله يكثر في مثالك شكرا بارك جزاك الله الف خير وهنيئا لهذا الشاب السي بوعلي هشام اللي قام بهذا المبادره الحسنه ولاد الناس سعداته هنيئا له وامثاله كثر وهما كيبقوا اخفياء لا يكادون يظهرون كتلقاهم دائما كيديروا العمل الصالح وهم في خفاء حتى يظهره الناس واما بنعمه ربك فحدث هو المحسن كيدير العمل وكيخليه صامت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه إنسان كيدير العمل الصالح هو يخفيه ولكن الناس اللي شافوه كيبغيو يعلنوه من باب قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث الخير الحمد لله كاين موجود في هذه الأمة وفي هذا البلد والحمد لله هذه المنطقة معروفة ديال الإقليم الرشيدية درعة تفيلالت معروفة منطقة ديال الشرفاء ومعروفة ديال الناس الطيبين وسبحان الله العظيم واحد العداد ديال ولاد البلاد لديك الأرض السعيدة انتشروا في المدن مشاو للمدن الكبرى مشاو للدار البيضاء مشاو للأكادير مشاو لمراكش مشاو لفاس مشاو لطنجة وداروا استثمارات كبيرة ونجحوا نجحوا واحد النجاح عظيم عطيهم الله البركة كاين بعض الأماكن سبحان الله العظيم فيها البركة أبناؤها من اللي كيخرجوا منها وكيمشيوا يديروا مقاولات وكيتوسعوا في التجارة أو في العمل ربي كيعطيهم واحد البركة عظيمة وكنعرف واحد العدد منهم اللي كانوا ولاد أسر متواضعة أو فقيرة ومستواهم الدراسي بسيط ولكن فيهم النية وفيهم الصدق وكيآمنوا بمفهوم البركة وانتشروا في الأرض ومشاوا لأماكن معينة وداروا مقاولات صغرى وتزاحموا مع الناس وبدوا كيفيضوا دوك يفيدوا بالرزق وبالمال وبالكثرة ومنين جاهم هذا الرزق الوفير جاهم من الإحسان وجاهم من الإكرام وجاهم من التوسعة على الضعفاء والمساكين فالسي هشام بوعلي هاد الشاب اللي دار هاد العمل الجراحي لهاد الناس هذا هنيئا له في الحقيقة ليس هو الذي قام بهاد العملية إذا تمعنا وتعمقنا غادي نلقاو بأن الله تعالى أحبه واجتباه واصطفاه وأعطاه قلب فيه الرحمة وأعطاه مال بالحلال ووفقه للإنفاق والعطاء فهو من عند الله فسي هشام بوعلي وأمثاله هؤلاء خصهم يكثروا من الشكر لله تعالى لأن المولى عز وجل وضعهم في المقام الأعلى مقام العطاء ماشي مقام الأخذ مقام العطاء اليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل خير ربي عز وجل هو الذي يصطفي من عباده من يشاء وكيعطيهم قلب رحيم وكيعطيهم الله تعالى مال وفير وكيعطيهم الله القدرة على العطاء وعلى الإحسان وبعد كل هذا كيعطيهم الجزاء الأكبر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ليتأكد السي هشام بوعلي بأن هذا المال اللي أعطاه لهذا السيد ودار به العملية الجراحية لم ينقص من ثروته بل سوف يزيد من بركاته ويزيد من خيراته ويزيد من نجاحاته وفيما كان شي سوء أو شي عائق غادي يصيبه هذه الحسنة كتحميه وكتوقيه وكتنظف له الفضاء دياله فنسأل الله تعالى أن يبارك له في رزقه وأن يبارك الله له في أمواله وأن يبارك الله له في صحته وأن يبارك الله له في زوجه وأولاده وأن يزيده من فضله ونعيمه وكنطلب الله تعالى جميع المحسنين لكي يسعوا في الخير في الخفاء الله يبارك للجميع وما أكثرهم ناس طيبون كيسعوا في الخفاء ما أكثرهم ربي هو اللي كيعلم ويتولى ويوم القيامة سوف يعرض كل هذا على الأشهاد
على رؤوس الأشهاد سيعرض الله كل هذا، وهنالك سوف يفتخر المفتخرون وسوف يندم المسيئون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا العمل الصالح، وأن يجعله في ميزان حسناته، وأن يبارك الله له فيما أعطاه ويزيده خير منه. وجميع أهل الخير طلبوا الله سبحانه وتعالى اكتر الخيرات ديالهم واكتر البركات ديالهم، وزيدهم الله في المدد. يا ربي المدد المدد المدد. اللهم يا رحمن يا رحيم ارزقهم رزقا وفيرا، رزقا كثيرا، رزقا غنيا. اللهم يا ربي اغنهم من فضلك عمن سواك. وكان بغي نقول لأحباب الكرام راه الرزق راه جاي جاي، وربي عز وجل نعيمه كثير، ويكفي أن الإنسان يكثر من الصلاة على مقام رسول الله، نكثر من الصلاة على مقام رسول الله، وربنا سبحانه وتعالى سيعطينا المدد 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 الكثير. كيعطي المدد للأغنياء والأثرياء باش ينفقوا، وحتى الفقراء أيها الفقير أيها المحتاج أيها الضعيف، لا تظن بأنك لا تستحق العطاء من الله، حتى أنت ممكن ربك يعطيك المدد من عنده. ومن مفاتيح المدد هو الإكثار من الصلاة على مقام رسول الله، صلي على النبي الكريم وأكثر منه وكررها دون ملل ودون ضجر، قل بخشوع ويقين واطمئنان، وسترى المدد من عند الله تعالى، يأتيك الله بالأرزاق من حيث لا تدري، وعوض أن تمد يدك للآخرين سيجعلك الله تعالى من الذين هم ينفقون على الآخرين، سيجعلك من أصحاب اليد العليا التي تعطي وليس من أصحاب اليد السفلى التي تستجدي وتأخذ. فاللهم يا ربي ببركة الصلاة على مولانا رسول الله ارزقنا جميعا رزقا وفيرا. اللهم أمددنا بأمداد الخير بأمداد الإيمان واليقين وأمداد الصحة والعافية وأمداد العلم النافع والمدد في الأولاد وفي الأهل والأحباب وفي كل ما أعطيتنا. اللهم ببركة الصلاة على سيدنا الرسول ارزقنا مدد مدد يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الأحباب الكرام هذا اللقاء المبارك، ونستقبل المزيد من المكالمات. اللحظة نتحول إلى إقليم هوارة مع للا كبيرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله كدير الحاج لبس للا، الله يطول عمرك. كدير كدير الوليدات بخير الحمد لله. للا بارك الله فيك. عفاك الحاج بيتك تدعي معايا ومع وليداتي الله يرحم لك الوالدين. يا رحمن يا رحيم. دعي معايا ومع وليداتي ومع مول الدار الله يسر ليه الله يجيب لنا الرزق الكثير الحاج. يا ربي يا ربي يا للا يا ربي يا للا. للا كبيرة وربما نعم للا كبيرة ربما كتعاني شوية من الظروف الاقتصادية في الظرفية هذه، حالة شوية صعيبة. أي الحاج داكشي اللي كاين الله يطول عمرك، راه لما كنسمع الكلام ديالك والدعاء ديالك راه كنكون متوتره، لما كنسمعوها الحاج كنرتاح في نفسي كترتاح لي الخاطر ديالي. الله يحفظك الشريفه الله يطول عمرك. لالا مليان على الوالدين الله يطول لي في عمرهم، الوالده عيانة شويه الله يشافيها يا ربي. ودعي مع وليداتي الله يجيب لهم الرزق الكثير الله يحفظهم من شر الخلق. واحد الولد عندي الحاج راه مبلي، دعي لي مع الله يبعد لي منه قد ما بعدت السماء مع الارض الله يرحم الوالدين. يا ربي يا كريم لالا يا ربي يا كريم لالا كبيره الله يحفظك لالا لا حول. باش بغيت نتواصل معك الله يرحم الوالدين. واخا الحاج واخا اختي كبيره واخا باذن الله مرحبا مرحبا، نحاول ناخذ الرقم ديالك ونتواصل معك الكبيره. الله يفرج عليك لالا الله يفرج عليك، وتحيه كبيره لكل ساكنه اقليم هوارة. اختنا الكبيره يبدو انها ام وزوجه، هز الهم ديال الزوج ديالها اللي كيعاني من معاناه الكسب، وكذلك هز الهم ديال وليداتها اللي هما ايضا كيعانيوا وربما احدهم مبتلى. الله يحسن العوان. الأمهات كتلقاهم دوما هما اللي هزين الهم الأكبر، كتلقاها ربة بيت والقلب الكبير، وأنها تحرص على أن تقدم المساعدة على قدر ما تستطيع. يبدو أن أختنا الكبيرة عجزت وتعبت
والخطر ديالها ديما كتكون مسدودة، فلجأت إلى هذه الوسيلة مع المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات في هذا التجمع اللي كيجمعنا في هذا البرنامج، نرفع أكف الضراعة إلى الباري عز وجل أن يفرج همها. لأن الكبيرة اعلمي بأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يغير ما بالنفوس، قادر سبحانه وتعالى أن يغير الواقع، غير كيكون عندنا غير روح المبادرة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، تكون عندنا روح المبادرة وأنا نبغي نصلح الوضع ديالنا ونبدأ. أول خطوة نبدأ بها هو الدعاء إلى الرحمن. هذا الدعاء غيفتح لنا به الله تعالى الوسائل العملية للارتقاء في حياتنا. فنطلب الله سبحانه وتعالى لنا الكبيرة الزوج ديالك اللهم تعالى رزقه رزقا واسعا، رزقا حلالا طيبا، ونسأل الله أن يلهمه طرق الكسب الحلال. ربي ملي كيبغي يرزق العبد المؤمن كاين اللي كيعطيه مباشرة دون أن يسأل، هذاك رزق يأتي إليك، وكاين اللي كيلهم الله تعالى الوسائل القمينة بالكسب السريع الحلال. لأن الرزق كما سلف الذكر هو نوعان، رزق تأتي إليه ورزق يأتي إليك. إلا حبك الله عز وجل يعطيهم لك بجوج، يعطيك رزق يأتي إليك من غير تعب ولا مشقة، ويزيدك ربي القدرة على الكسب، ويزيدك ربي القدرة على الابتكار، وكتعود عندك رزقان متوازيا، رزق يأتي إليك من غير تعب هذاك هدية من عند الرحمن، ورزق تأتي إليه أنت بتعبك وعملك وشغلك، وهنا يكون الخير يعم على الجميع. فنسأل الله تعالى الكبيرة أن يرزق زوجك الرزق مضاعفة، نسأل الله تعالى أن يصلح شأن أولادك وأن يرد بذلك الشاب ردا جميلا، نسأل الله تعالى أن يبعده عن هذه البلية. كاين الشباب اللي ربما في بعض المدن الصغرى أو في بعض الأماكن اللي ربما يحتاج إلى النفقة ولا يكاد يجد، كتلقى راسه سينفجر، دماغه سينفجر من كثرة التفكير، كيبقى يتساءل لماذا كذا وكيف حصل كذا وعلاش هذا الفقر وعلاش كاين عدم المساواة وعلاش فرص الشغل ضعيفة وعلاش كاين الظلم وكاين الإقصاء وعلاش كاين كذا، كيبقى يتساءل دماغه سينفجر، فيظن أنه لما يتعرض لهذه البلية غادي يرتاح، يبدأ بالتدخين ثم يتطور إلى أن يستعمل مواد أخرى مخدرة، وتم رأسه كيتهدن، ولكن المشكل دياله يتفاقم عوض أن يجد حل لمشكلته تتفاقم. احنا عندنا اللي رسول نفخ عليه أو نفسه سبحانه حارة عنده، الطريقة باش ربي سبحانه وتعالى يهدن النفوس ويخفف ما نزل كتكون عندنا بالذكر وبالمذاكرة وبالاستغفار والتبتل إلى المولى. كلنا ذلك الإنسان ربما قد يتعرض إلى شدائد وكروب في الحياة، إذا وقع لنا لا نذهب إلى التدخين أو المخدر لكي ننسى نمشي للبلية، وإنما نفر إلى الله. ففروا إلى الله، أسجد واقترب، أسجد واقترب. فأسأل الله تعالى الكبيرة أن يرد بابنك هذا ردا جميلا، نسأل الله أن يصرف عنه هذه البلية، نسأل الله تعالى أن يبليه بالصلاة والعبادة والطاعة والإيمان، ويفتح لكم باب الرزق وباب الفضل، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب، وكل من قال آمين أسأل الله أن يرزقه من حيث لا يحتسب. قولوا معنا جميعا آمين، آمين آمين يا ربي يا كريم. نواصل أيها الأحباب الكرام، واللحظة نتحول إلى الدار البيضاء مع للحياة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف عمي كريبان بخير؟ الحمد لله بنتي، بارك الله فيك. الحمد لله اللي شد لي الخط باش ندوي معك، اللهم لك الحمد. يا مرحبا يا مرحبا للحياة. عمي كريبان عافاك، بغيتك تدعي معايا بالشفاء إن شاء الله، وتدعي لي إن شاء الله مع الزوج ديالي إن شاء الله يتحقق لي ربي ذاك الشيء اللي يتمنى إن شاء الله في الخاطر دياله. يا ربي يا ربي يا ربي سهل عليه يا ربي، وإن شاء الله يا ربي تدعي لي مع وليداتي باش ربي إن شاء الله يجعلهم دولية صالحة ويجعل لي فيهم خيرا يا ربي. يا كريم يا رحمن يا رحيم. عافاك عمي قريباني، إلا ما دعي لي مع الأخ ديالي مسكين، ما كيدور على خدمة حتى هي كيوم ما كيلقاش، ومع مسكين كيقول لك عندي العكاز، عندي حيره بالدنيا بحال
القلب ديالو صافي. ملي كندوي معاه بحال هكا كنقول ليه التجأ لله والصلاه، كيقول لك انا دعيت حتى عييت استغفر الله العظيم، انا درت انا فعلت، وما ما كاين والو يعني بحال الشيطان يعني كيوسوس لي بزاف صافي. كيقول لك انا وصلت 40 عام ما تزوجتش ما درتش ما كنخدمش، ما فيها كيضل يدور على الخدمه، وحتى لا دخل شي خدمه وكانت كيتخاصم بحال هكا يتناقش مع شي حد صافي وكيخرج، يعني ما تيكملش في الخدمه ديالو. لا اله الا الله. قريبان الى ما دعي معاه يسر لي الله الامور ويسهل عليه يا ربي. عافاك يا ربي. دعي معنا عمي قريبان ودعي مع اختي عافاك هي بالشفاء ان شاء الله، ومع والدي ان شاء الله الله يرحمهم ويغفر لهم، ومع المسلمين كافه اجمعين. امين يا رب. شكرا لك عمي قريبان، الله يحفظك. شكرا لك بنتي، شكرا لحياتي، كتنورنا وكتنور والله العظيم. الى يوميا كنصنتو ليك وكن الحمد لله والشكر لله، كنستافدوا منك بزاف والله العظيم. دابا ملي كنبغي يشد لي الخط كنتصل، وجات عندي بنتي صغيره عندها 5 سنين ما شاء الله تبارك الله، قالت لي يا ماما قول يا حي ويا قيوم، قالت لي يعني حيت انا هذه الكلمه كان سمعتها منك، يعني منك كتقول المنيز يعني استعصى لك شي امر وش حاجه، قولوا يا حي ويا قيوم برحمتك والله العظيم. وانا كنقولها لوليداتي نيت على فاش يكونوا يكتبوا شي حاجه، ودابا ما كيبغاش يشد لي الخط، وقالت لي ماما جات عندي قالت لي قولي يا حي ويا قيوم، وانا نقولها والله كيف غنقولها نقولها لعمي قريبان. شكرا لك عمي. الله يحفظك بنتي حياتي، الله يحفظك بنتي، الله يحفظك البنيه ديالك، الله يفرج عليكم يا بنتي. امين يا رب. الله يفرج عليكم. شكرا لك، شكرا لك، بارك الله فيك. الله يحفظك. الله بارك الله فيك. لا بارك الله فيك بنتي حياه، والله احنا عايشين في هذه الدنيا بيا حي يا قيوم، والله سنوات طويله احنا عايشين بهذه الكلمه يا حي يا قيوم، وسبحانك سبحانك ما اعظم شانك، ربك يفتح بها الأبواب المغلقة، وربي عز وجل يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، وربي سبحانه وتعالى يلاقيك مع الأخيار والأبرار والصلحة، وربي عز وجل ينقلك من مقام إلى مقام ومن مكان أعظم إلى مكان أعظم منه. غادي نغير بهذه الكلمة ديال يا حي يا قيوم، فيما كتستعصى علينا أي حاجة في الحياة كنقول يا حي يا قيوم. منذ الطفولة في الدراسة كتقولها ربك يجيب النجاح، من التخرج كتقول يا حي يا قيوم ربك يجيب العمل، كتعود تقول يا حي يا قيوم ربك يجيب لك خيرات لا تعد ولا تحصى. بها بنتي احنا عايشين. هذه الكلمة الطيبة رقيلة هي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، قيل الحي القيوم هي اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي يعني أنه لا يموت، كل ما في الوجود يموت، والله تعالى حي لا يموت، ربنا ليست له بداية وليست له نهاية، لأنه مطلق عن الحدود، أول قبل الوجود آخر بعد الحدود، مطلق عن الوجود، حي حي سبحانه وتعالى. الحي القيوم، القيوم يعني قيوم السماوات والأرض، يقوم بشؤون خلقه، يعني غير كن هاني، يدبر الأمر، قائم بشؤون الخلق. ربي سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. قيل مرة أن نبي الله موسى الكليم كان يكلم الله، وقال له مرة يا ربي أريد أن أسألك، قال سأل ما بدا لك يا موسى، قال لي يا ربي ألا تنام، نحن المخلوقات جميعنا ننام، أنت يا ربي ألا تنام؟ فكان جواب الله تعالى لموسى أن قال له يا موسى خذ في يمينك قلتين، خذ قلتين، خذ جوج ديال القربات عامرين بالماء، قال لي أحدهما احملها في يدك اليمنى والثانية في يدك اليسرى، وبقى واقف مستقيم وحل عينيك وبقى منتبه. ففعل سيدنا موسى ذلك الأمر وحمل القلة في يديه وبقى واقف مستقيم منتبه، بقى ساعات ساعات ساعات، فأصابه العياء وأصابه التعب وبدأ يشعر بالرغبة في النوم، وفي لحظة فقد التركيز وفقد القدرة على التحكم في أعصابه، فأطلق القلتين فتكسرتا، وقفز سيدنا موسى عليه السلام وخاف، فقال له الله تعالى يا موسى إن نمت أنا فمن يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الله تعالى يمسك السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرض، الله تعالى حاضر معنا بقوة، يدبر الأمر،
يعني مدبرها حكيم، غير اطمئن. وهذا الكلمة اللي علمها لنا هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي جات عنده بنته وفلدت كبده فاطمة، قالت لي يا أبتي أنا تعبت، الحياة شاقة علي. سيدة فاطمة الزهراء زوجة سيدنا علي كان مضياف وقهرها، كيجيب العائلات كيجيب الأحباب وكيجيب الناس عنده في البيت، وخصت طياب وخصت شقاء، أصعب حاجة ممكن تؤدي بها الزوجة هي تجيب لها الضيوف في كل وقت وحين، وتكون عند قلة المونة، يعني معاناة شديدة. جت تشتكي إلى أبيها، يا أبتي إن علي زوجي وابن عمي رجل مضياف، ديما كيضيف الناس، ديما كيقول مرحبا بكم دخلوا عندي، وخصني نطبخ لهم الطعام والشراب، والمونة عندي قليلة. قالت لي يا أبتي أرجو منك أن تعطيني سهما من بيت المال يعينني على الإنفاق، وأكتب لي خادمة تساعدني على شؤون البيت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ألا أدلك على خير من ذلك؟ قالت لي بلى يا رسول الله. قال لها قولي عند كل صباح قبل ما تستأنفي العمل ديالك، قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقضي لي أمري كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هالدعاء نقوله 3 مرات، نستغيث بالله، في كتسمى دعاء الاستغاثة باسم الله الأعظم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقضي لي أمري كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. للا حياة ما يقع لأخيك أنه 40 سنة وأنه لم يحصل على وظيف وأنه تسرب إليه الوسواس إلى فكره، للأسف هذه حالة الكثير من الشباب الخريجين حملة الشهادات الذين لم يعثروا على عمل. هذا الأمر ليس مرتبطا بواقعنا الحاضر، هذا منذ أكثر من 30-40 سنة، هذا واقع واكب الحركة الاقتصادية منذ عقود من الزمن، ليس وليد الآن. نحن نذكر ونحن صغار جدا كان نفس المشكل واقع أيضا، وأذكر بأن كان الملك الحسن الثاني رحمه الله تعالى كان في عهده تفاقمت الوضعية الاقتصادية، وكان قال واحد الكلمة، قال لهم المغرب قد يصاب بالسكتة القلبية، لأن كانت أزمة اقتصادية كبيرة والناس كانوا كلهم في أزمة صعبة، وكانت الاحتجاجات والوقفات أمام البرلمان والوضعية فيها تدق ناقوس الخطر. أذكر الملك الحسن الثاني في ذلك الزمن كان أعطى الأوامر ديالو للكتاتيب القرآنية أنها تقرأ كلام الله عز وجل، وللمساجد يقرأ فيها الختم ديال القرآن العظيم وختم البخاري، وكانت واحد حركة دينية قوية. سبحان الله العظيم في فترة زمنية قليلة سوف يتم توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب، أكبر عمل توظيف تمت في تلك الفترة. الأزمة تولد الانفجار الإيجابي، والحمد لله رب عز وجل جعل الكثير من الشباب كلهم وظفوا. احنا اليوم كنسمعوا بأن الوضع الاقتصادي شيئا ما صعبة، مؤشر التنمية اللي تم التحصيل عليه في مغربنا في هذا الأسبوع الأخير يبدو ضعيف جدا بالمقارنة مع دول أخرى، وهذا ربما له اعتبارات كثيرة. لا شك القوة ديال أزمة الكورونا والتدخل ديالها لعبت دورا سلبيا، أيضا مشكل الجفاف، تعاقب السنوات على الجفاف أثر سلبيا، الأزمة الحربية اللي كاينة بين أوكرانيا وروسيا أثرت أيضا، ولكن كل هذا لا يعني أن يكون عندنا أزمة تنمية، لأن الدول المجاورة قريبة من الدول العربية وأوروبية حققت مؤشر تنموي مرتفع أكثر منا بكثير. احنا محتاجين أننا نمارس النقد الذاتي على أنفسنا، يعني الحكومات ديالنا والمسؤولين ديالنا لا بأس أن نمارس ما يسمى بالنقد الذاتي. كان العلامة الكبير علال الفاسي في الفترة دي المقاومة دي الحركة الوطنية كتب كتابه الشهير النقد الذاتي،
كان كيقول بان ربما كان عين تضخم الانا تضخم الانا حنا غنديروا حنا غنفعلوا ولكن لا نمارس النقد الذاتي فسقطنا في الضعف وفي الهوان. وكان الارشاد ديالو في ذلك الزمن ان كتب كتابه في النقد الذاتي اننا نمارس النقد على انفسنا ونعرفوا شنو الاسباب التي دعتنا الى ان يكون مؤشر التنميه في بلادنا ضعيف، لان اذا كان مؤشر ضعيف غتكون بالمقابل مناصب شغل أضعف، وغتكون التنمية في المجال ديال الصحة والتعليم أيضا ضعيفة. علينا أن نعمل على رفع مؤشر التنمية، وهذا هذه المهمة هي مسؤولية الحكومة ومن يدور في فلكها. نطلب لهم الله تعالى أن يساعدهم وأن يعينهم على أن يفتحوا أفاقا جديدة. نسأل الله تعالى أن يرزقهم الانسجام داخل قبة البرلمان، نسأل الله تعالى أن يلهمهم الحلول الرشيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم خارطة الطريق. وكلنا تابعنا الخطاب الملكي السامي اللي كان في الافتتاح ديال البرلمان يوم الجمعة الأخير، ولاحظنا أهم الخطوط التي وضعها جلالة الملك من أجل الإقلاع الاقتصادي. كنت منا وإن شاء الله تلك الدروس التي أعطاها صاحب الجلالة أن يستفيد منها عموم الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في بلادنا، لأننا نركب في سفينة واحدة، وهذه السفينة إن شاء الله ستقودنا إلى بر الأمان. وكلما رفعنا مؤشر التنمية الاقتصادية وتخلصنا من المديونية الخارجية وحصلنا على الاستقلال في الرأي اقتصاديا وسياسيا، نستطيع أن نوفر أكبر عدد من مناصب الشغل. صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بشرنا بأن في غضون السنوات المقبلة غنوصلوا إلى ما يزيد عن 500,000 منصب شغل. 500,000 شغل هذا بشكل واقعي إن شاء الله تكون فاتحة خير على أبناء هذا الشعب. في انتظار ذلك لالا حياة، نسأل الله تعالى أن يرزق أخاك القوة ويرزقه المدد ويرزقه القبول. قل له لا تيأس، حاول أن تطرق الأبواب. وعدنا طريقتين، الطريقة الأولى أننا كنستخدم العقل ديالنا، القدرات العقلية والمدارك ديال الفهم اللي أعطانا مولانا، نستخدمها في إيجاد الحلول. ثم كنستخدم الطريقة الثانية اللي هي قوية جدا، ما هي؟ وهي أننا نناجي المولى، كنمشيو للقيام الليل، كنمشيو للسجود. هذا هو المنهج الذي كان يسير عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده والأمراء ديال الجند وكبار الساسة عبر التاريخ الإسلامي. عندهم طريقتين لتحقيق النجاح. الطريقة الأولى اللي هي معروفة عند الجميع هي التفكير وحسن التدبير وحسن التخطيط، ولكن الطريقة الثانية ما هي؟ هي الابتهال، وهي قيام الليل، وهي طرق باب الرجاء. خذ مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيخوض معركة غزوة بدر الكبرى، وكان عنده قلة العدد وقلة العدة، وبالمقابل الصف العدو المشركين كانوا أكثر منه عددا وعدد بأضعاف مضاعفة. سيدنا النبي استشار واستعمل الطاقة العقلية وسول وعرف ودار مخطط، ولكن بعد ذلك دخل إلى العريش واحد المكان وحيد وصار يناجي ربه: اللهم يا رب أعني وارزقني المدد. يدعو الله تعالى كثير ويعلم الصحابة أن يفعلوا ذلك. لنا طريقتان متوازيتان، لأن اللي يستعمل غير الدعاء بدون سبب هذا خلل في المنهج، واللي يستعمل غير الأسباب دون طرق باب الرجاء حتى هو خلل في المنهج. التكامل أن تفعلهما معا وسترى العجب العجب. وأنا متأكد 100% مما لا شك فيه ولا ريب أن من سلك هذين الطريقين سيعطيه الله تعالى في خضم الأزمة، الأزمة الاقتصادية وأزمة التوظيف وأزمة كذا، سيعطيك الله تعالى العجب العجب. لا تقل بأن هناك أزمة، قل هناك رب رحيم، رب كريم، رب غفور، ورب معطاء. فأسأل الله تعالى الحياة أن يفتح لأخيك باب الرزق وأن يحفظه من الوسوسة، وأن يبارك لك في زوجك وفي إخوتك ويرحم والديك ويسكنهم فسيح الجنات، وأن يبارك الله تعالى في بنيتك وأن يشافيك من كل داء وكل سقام وكل علة. فاللهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم يا رب العالمين باسمك العظيم الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت، اللهم نسألك أن ترزقنا جميعا رزقا واسعا
اللهم ارزقنا جميعا رزقا واسعا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح. اللهم اغننا جميعا بحلالك عن حرامك. اللهم اغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكتب لنا الخير في كل وقت وحين، وارزقنا يا مولانا من حيث لا نحتسب. اللهم يا رب العالمين بشرنا بالكرامات وبشرنا بالخيرات والعطاءات. ونسألك اللهم بحق قولك بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب. الأحباب الكرام، هذه الآيات اللي من سورة آل عمران، الآيات 26-27 من سورة آل عمران، كتسمى آيات الملك، آيات الملك، آيات جاربة الخير، آيات الرزق. نقرأها كل يوم في الصباح وفي المساء نقرأها، وسوف ترى بأن الله يعطيك العز والجلال، ويعطيك الله الرزق، ويعطيك الله الخير، ويعطيك الله البركة، وتأتيك الأرزاق من حيث لا تدري بغير حساب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا جميعا رزقا واسعا حللا طيبا. اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عليكم أجمعين، وإلى لقاء الغد بإذن الله تعالى، تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.